دي ارقامي في البيت وفي الشغل، هستناك تكلمني عشان نكمل كلامنا. ان شاء الله يا استاذ. ما تتاخرش عليا. حاضر. مع السلامه. مش دي تقول تعملني؟ مين اللي معاه ده؟ خش على اوضتك يا حمزه. اماني فين؟ لسه واصله ودخلت على اوضتك. هو في ايه يا اكرم؟ مين اللي كان بيوصلك بالعربيه لحد البيت؟ ايه ده يا اكرم؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ انا ما بهزرش. مين اللي كان بيوصلك بالعربيه؟ ده حربي. حربي؟ وصلت بيكي السفاله انك تخلي حربي يوصلك لغايه البيت؟ انت ليه بتزعق دلوقتي؟ هو انا عملت ايه غلط؟ ايه يا جماعه؟ هو في ايه بالظبط؟ الهانم كانت راكبه عربيه مع واحد بلطجي اسمه حربي بيوصلها لغايه البيت. انت ازاي تسمحي لنفسك انك تركبي عربيه مع واحد غريب ما تعرفوش؟ طب ما انا كل يوم بركب مع سواق تاكسي غريب، هو انا يعني كنت بعرفه قبل ما اركب معاه؟ اوه اوه بطلي لماضه بقى. خلاص. بقول لك ايه يا مان؟ الكلام اللي بيقوله اخوك ده مظبوط؟ ايوه يا بابا، واحد وكنت بعمل معاه حوار للجورنال، وبعد ما خلصنا عرض يوصلني، ايه الغلط في كده؟ انا لا مصاحباه ولا ماشي معايا اكرم. خلاص يا اكرم، الموضوع ما يستاهلش. ما يستاهلش؟ قلت خلاص يا اكرم. عن اذنك. ما تزعليش من اخوك يا اماني. يا بابا اكرم بيعملني كاني عيله صغيره. انت هتفضلي بالنسبه له اخته الصغيره اللي بيخاف عليها ويراها. اكرم بيحبك يا اماني. يا بابا والله انا كمان بحبه قوي، بس الطريقه اللي بيعملني بيها غلط. وده جديد عليه يعني؟ المهم قولي لي مين حارب الان. ده واحد ساكن في المنطقه اللي حصلت فيها جريمه القتل بتاعت السايس. بس لو شفته يا بابا، انسان شجاع شهم، بطل حقيقي، هو الوحيد اللي اتصدر للبلطجي اللي هناك. واضح انك معجبه باللي اسمه حربي ده. لانه يستاهل يا بابا، بس مش عارفه ليه اكرم حطه في دماغه. اكرم يا بنتي ضابط شرطه، مهمته تنفيذ القانون، بس مشكلته انه بينفذ نص القانون مش روح القانون. مع الوقت هيعرف الفرق بين نص القانون وروح القانون. اما بالنسبه لك انت يا امان يا بنتي فانت صحفيه. الصحفي لازم يكون موضوعي في تقييمه للامور. وأنا واثق فيك يا أماني، وعارف إنك مش هتخلي مشاعرك تتحكم فيك وفي شغلك. عندك حق يا بابا. طب يلا حبيبتي، يلا صالح أخوكي وجهزي لنا لقمة عشان أنا ميت من الجوع. يلا. حاضر. عاملة إيه دنيا؟ الحمد لله يا حربي، الحمد لله. أنا بس كنت عايزة أشكرك أنت وزين على الوقفه اللي وقفتوها معايا يوم الدفن. تشكريني على ايه بس؟ هو عم رزق ده كان ابوكي لوحدك؟ ده كان ابونا احنا كمان. وزي ما كان غالي عندك كان غالي عندنا. بس نعمل ايه بقى؟ هي الدنيا كده، كلنا بنوصل بعض وكل واحد وليه يوم. وهي فتره وتعدي يا بنت الناس. ايوه يا حربي صح. اه والله دي قطع الزادي يا عيني يا حبيبتي ومغلباني معاها، لا عايزه تاكل ولا عايزه تشرب لحد ما هتسقط من طولها. ليه بس كده يا دنيا؟ محدش بيموت ورا حد، وعلى راي المثل الحي يبقى من الميت. ايوه قول لها صدقت والله يا حربي صدقت، اسمعي منه يا بنت وتعلمي. ان شاء الله يا حربي ان شاء الله. وانت بقى دعاء مش ناوي ترجع لحته؟ هرجع طبعا، هرجع ان شاء الله، بس مش اما اطمن يعني كده على دنيا، ولا انت عايزني اسيبها في الظروف اللي هي فيها دي؟ طب نستاذن احنا بقى، ولو احتجتوا اي حاجه بتصلوا بينا. مع السلامه يا حربي. مع السلامه يا دنيا. انا ان شاء الله كل يوم التاني كده ابقى اجي اشقر عليكم. ان شاء الله انا استنورت يا زين. كنت انزل. بقول لك يا دنيا، عايز رقم عنتر. عايز رقم في ايه؟ عايزه في مصلحه كده. مصلحه؟ يعني هو ده اللي جابك دلوقتي يا حربي؟ اقصى عليك يا دنيا، ما تعرفيش غرابتك عندي. عارف يا حربي عارفه. ربنا يديم المعروف، هات الموبايل احط لك الرقم عليه. هو في حاجه ولا ايه؟ لا ده تلاقيه بياخد رقم حد معرفه ولا حاجه.
دعاء. لو ليه أنا عزة عندك ولا غلاوة خدي بالك من نفسك. حاضر يا زين. يلا بينا زين. سلام يا دعاء. سلام يا دوني. مع السلامة يا سلام. مع السلامة يا زين. جدع قوي زي حربي 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 كمان جدع قوي. الاثنين رجاله بصراحه. اسلم علينا يا بنت الحركات دي. بقول لك يا بنت يا دوايد، انت حكايتك مع الواد زي حكايه ايه دنيا؟ يعني شفاكي كده مشغوله بيه مهتمه بيه قوي، ده من ساعه ما جه وانت ورك 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 ما سكتيش. اوعي تكون يا بنت بتحبيه. انا؟ امال انا؟ بصي يا دنيا، انا هقول لك نفس الكلام اللي انت قلتيه لي لما سالتك انت بتحبي حربي ولا لا. انا اللي بيني وبين زين ده زي ما تقولي كده ود عشره من واحنا عيال صغيره يعني. وانا الصراحه كمان بستجدعه لانه وقف جنبي كتير قوي، لكن حكايه الحب دي انا ما فكرتش فيها قبل كده. يمكن لان الدنيا شغله كل واحد فينا بهمه واخده كل واحد مننا في طريق. عارفة يا بنتي يا دنيا، يمكن كده لو رسيت على بر وعرفت طريقي فين ساعتها افكر اللي جوايا ده حب ولا حاجة تانية، لكن دلوقتي صعب قوي. فهماكي يا اختي فهماكي. ردي كده على الموبايل شوفي مين. الو. ايوه نقول لها مين؟ طب هاتي هاتي. الو ازيك يا عنتر؟ ايه الخبر اللي انا سمعته من عزام ده؟ حقيقة ابوك توفى؟ ايوه يا عنتر ايوه. البقية في حياتك، شد حالك. متشكرة قوي، ربنا يخليك لي يا رب. انا كان نفسي اجيلك بنفسي اعزيكي، لكن انت عارفة الشغل، الشغل ما بيرحمش. كان نفسي اكون جنبك. أجي وافد قلبي. عارفة عارفة يا عنتر، ربنا ما يحرمنيش منك أبدا. قولي لي أنت عاملة إيه؟ مش محتاجة حاجة؟ كتر خيرك. لا الحمد لله. بقول لك إيه يا دنيا؟ كان في حاجة يعني كده عايز أسألك عليها، ممكن؟ أنا تحت أمرك يا بيبي. خير؟ الجدل قريبك دي اللي بتقول عليه قريبك دي يعني اللي اسمه حربي. حربي؟ ماله؟ يعني كنت عايز اشتغله معايا كده في شغلانه، وكنت بسال يعني هو جدع وراجل واعتمد عليه؟ لا ده حربي ده اجدع واحد شفته في حياتي، ده اي شغلانه تديها له هينفذها لك ولو على رقبته. واضح ان انت بتعزيه قوي قوي. ما هو عشان جدع وشهم وعشره عمري بصراحه يا بيبي. اديها لواحد اطمن. قولي لي يا دنيا هنشوفك امتى يعني؟ هو كام يوم كده وانزل الشغل ونتقابل ان شاء الله. شد حيلك وربنا يجعل اخر الاحزان. متشكره، ربنا يخليك لي يا اخوي. سلام. الواد حربي طلع سليم يا باشا؟ طلع سليم يا مفيد، طلع سليم. يبقى لفت لفت ووقعت في حجرنا يا باشا. ايه اللي لفت لفت؟ تقصد ايه؟ قصدي الخير اللي بتعمله هيعود لك يا باشا، علشان كده اللي حصل ده لازم يوصل لعدل بيه، علشان يعرف ان لولا سمعتك الطيبه وحب الناس ليك ما خلتش البضاعه رجعت، وكان زمان الدنيا دلوقتي بزربيت. كده يا مفيد يبقى كسبت بنت عالي عند الباشا الكبير. عدل بيه عدل بيه، مبروك عرفنا مكان العربية. يا رب سبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. عم كيمو عم كيمو، عايز ايه يو؟ في ناس مستنياك بره على الناصية. ناس مين يو؟ قالوا ما اقولكش. اهلا يا كيمو. يا دورم صباح الفل، في ايه؟
امشي معانا من سكات، مش عايزين شوشره. امشي معاكم فين يا جدعان يا كوتش؟ واحد الله امشي بطل لماضه.